أكو شجرة اسمها الخيزران الصينية، جدا هذه في نظري المثال، روحوا بالصور اقرأوا عنها، المثال الأوفر لمفهوم الصبر حقيقة. يحتذى بها، بهذه الشجرة الإنسان يجب أن يحتذي بها في كل أعماله. إحنا لما نريد نشتغل على فد واحد يوميا، إذا ما استجاب روحنا الطق، مو الشكل طق روحنا. هذه الشجرة 4 سنوات، هي هذه أطول شجرة على وجه الكوكب على الأرض، شجرة الخيزران الصيني أطول، تصل إلى ارتفاع 20 متر تقريبا. هذه الشجرة عندما يغرسها الإنسان ويهتم بها اهتمام بالغ، يسقيها، يوكلها على كل حال كذا، خلال 4 سنوات لا يتجاوز حجمها الإصبع، إصبع اليد. 4 سنوات الاهتمام البالغ، وعلى كل حال يعطيها كل شيء. يبدأ في خلال 4 سنوات كل ما تأخذها من طاقات تبدأ في تكوين الجذور، يعني يروح كله يروح، الطاقات اللي يعطيها المزارع تأخذ هذه الطاقات تحولها إلى جذور. 4 سنوات وما تطلع من هذه الأرض من التربة إلا شيء كلش نبات جدا ضعيف. في السنة الخامسة خلال فترة وجيزة تبلغ إلى 20 متر تقريبا. الله تبارك وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، عدة يعني هذه الأسس قبل ما تطلع راسك. هذا مثال حقيقي كلش حقيقي لهذه الآية، قبل ما تطلع أنت تطلع راسك من التربة استعد، استعداد عدة، عدة مفعول مطلق يفيد التعظيم، يعني جذور، خلي اضرب بالأرض. اللي باكر لما تطلع راسك 20 متر، تدري هذه 20 متر كم هائل من الجذور يحتاج هذا، هذه بعاصفة واحدة إذا كان ما كانت الجذور بمقدار كافية. عدة معناته أنه أكثر من حاجة، يعني شقد يحتاج هذا 20 متر إلى مثلا كم طن من الجذور، أنت 20 ضعف هذا الطن خليه بالقاع، لأنه ممكن هذه العاصفة استثناء تجي عاصفة جدا كبيرة.